بسم الله، هنكمل في الفيديو ده شرح بقية الوحدة الأولى. آخر مرة كنا اتكلمنا عن المتجهات وعرفنا إيه الفرق ما بين الكميات القياسية والكميات المتجهة، وإيه التمثيل الديكارتي أو إيه النظم الإحداثية. طيب، واتكلمنا عن جمع المتجهات وطرحها بيانيا. جمع المتجهات بيانيا قلنا إن إحنا لو إحنا عندنا متجهين عاملين كده، فبيبقى مجموعهم او المحصلة هو المتجه من نقطة بداية المتجه الاول لنقطة نهاية المتجه التاني. طب لو انا عندي متجهين عاملين كده، هل هيبقى الناتج عامل كده؟ بنقول لا. اتفقنا المرة اللي فاتت ان احنا بنقدر ننقل المتجه طالما مثبتين طوله واتجاهه في اي حته، وبالتالي بنقل بدايته على نهايه المتجه الاول، وبرسم المحصله من بدايه المتجه الاول لنهايه المتجه الثاني، وبيبقى ده المحصله بقدر اجيب مقدار واتجاهه. طيب، طرح المتجهات بيانيا يعني لو عندي رسم بياني كده ورسم لي المتجهين كده، ده المتجه ايه وليكن ده المتجه بي. لو قال لي ايه زائد بي فبعمل ايه؟ هقوم ناقل المتجه ده زي ما هو كده هنا، وتبقى المحصلة من بداية المتجه الاول لنهاية المتجه التاني عاملة كده. طيب لو قال لي A ناقص B، ناقص B معناها ان ال B اشارتها سالبة. يعني ايه ال B اشارتها سالبة؟ يعني بدل ما هو بادئ من هنا لهنا هيبقى العكس، هيبقى بادئ من هنا ونهايته هنا. وبالتالي لما اجمع A زائد سالب بي هتبقى عاملة ازاي؟ هجيب المتجه ده واحطه هنا، فهتبقى المحصلة مختلفة عاملة كده وهكذا. فده جمع وطرح المتجهات بيانيا. لما ايه ناقص بي فبعكس اتجاه البي واجمعهم على بعض بالطريقة بتاعتنا، احط بداية المتجه التاني على نهاية المتجه الاول، والمحصلة من بداية المتجه الاول لنهاية المتجه التاني. طيب، الطريقة التانية وهي جمع وطرح المتجهات باستخدام المركبات. يعني لو انا عندي الـ A بتلاتة واربعة والـ B بسبعة وتمانية، فبجمعهم ازاي؟ هجمع الاكس على الاكس والواي على الواي، فمتجه السين ناتج هيساوي 10 و12، سهلة وما فيش فيها اي حاجة. ونفس الكلام بالظبط بالنسبة لـ A ناقص B، لو انا عايز اطرحهم فهطرح برضو الـ AX ناقص BX و AY ناقص BY. وضرب كمية قياسية في المتجه، يعني لو عندي المتجه A 3 و4 وقلت المتجه B بيساوي ضعف المتجه A، وبالتالي المتجه B هيساوي 2 × 3 × 6 و2 × 4 × 8. طيب، بعد كده بنقول ان العلماء كانوا عايزين، يعني احنا هنوصل لحاجة في الاخر كنا بنستخدمها قبل كده لكن هنعرف دلوقتي هي جت منين. فالعلماء قالوا ان احنا عايزين نجيب اصغر متجه، او عايزين نعمل حاجة زي مثلا وحدة زي الدرهم، فلما تيجي تشتري حاجة بمية درهم 200 درهم وهكذا، فبرضو متجهات عايزين نعمل لها حاجة صغيرة ستاندرد، فهيبقى اسمها متجه الوحدة. متجه الوحدة عبارة عن ايه؟ هو متجه طوله واحد في اتجاه محاور الاحداثيات. يعني لو قلت لكم ان ده متجه A
طوله 1 في اتجاه الاكس، وطوله كام في اتجاه الواي؟ 0. ليه؟ لان المتجه ده اتحرك بس في اتجاه الاكس. هل ليه اي مركبة في اتجاه الواي؟ هل هو عامل كده؟ فليه مركبة كده في اتجاه الاكس وليه مركبة كده في اتجاه الواي؟ لا. فالمتجه المرسوم ده لو عايز اعبر عنه، هعبر عنه باحداثيات ايه؟ ان هو في الاكس طوله 1، في الواي طوله 0، وكمان في الزد طوله 0. يعني لو شفنا في الثلاثي الاتجاهات هنلاقيه عامل كده. المتجه ده طوله 1 في الاكس وزيرو في الواي وزيرو في الزد. الزد يعني هو ملوش قيمة هنا على المحور ده، هو عند نقطة الصفر في الزد وعند نقطة الصفر في الواي، وتحرك بس في الاكس مسافة مقدارها 1. فده المتجه اكس. ولكن عشان نميز متجهات الوحدة قالك مش هنرمز لها برمز المتجه العادي، هنرمز لها بالرمز ده. فمتجه الاكس، متجه الوحدة اكس عبارة عن ايه؟ هو متجه طوله 1 في اتجاه محور اكس. طب تعالوا نستنتج متجه الوحدة واي، اتحرك قد ايه في اتجاه اكس؟ ولا حاجة، هو عند نقطة الصفر. اتحرك قد ايه في اتجاه الواي؟ 1. اتحرك قد ايه في اتجاه الزد؟ ولا حاجة، هو عند نقطة الصفر. وكذلك بالنسبة لمتجه الوحدة زد. طيب ايه الفايدة من كده؟ ان لو قلتلك ان في متجه ايه عبارة عن 4 و5 و6، فده عبارة عن ايه؟ عن 4 اضعاف متجه الوحدة اكس زائد 5 اضعاف متجه الوحدة واي. يعني طوله في الواي 5 اضعاف متجه الوحدة واي. مش متجه الوحدة واي هو متجه طوله 1 في اتجاه واي. طب مركبة الواي بتاعت الايه كام؟ 5. يبقى اقدر اعبر عنها بان هو 4 في المتجه اكس و5 في المتجه واي و6 في المتجه زد. طيب هستفاد ايه؟ ان انا بدل ما كنت بكتبها بالشكل ده هكتبها بالشكل ده. هنستخدمها بعد كده في الضرب القياسي والاتجاهي. فبنقول ان يمكننا كتابة اي متجه كمجموعة لمتجهات الوحدة بدل من استخدام رموز المركبات، وبضرب كل متجه وحدة في مركبة المتجه. يعني زي ما قلنا 4 و5 و6، فبضرب كل رقم من دول في متجه الوحدة بتاعه. طيب فبنستنتج من كده طول المتجه واتجاهه ازاي؟ مش احنا كنا قلنا ان اي متجه هو عبارة عن مجموع متجهين، او تعالوا نثبتها. لو انا قلت المتجه ايه، او لو انا قلت ان انا عندي المتجه ايه بيساوي 4 في اتجاه الشرق، والمتجه بي وليكن بيساوي 5 في اتجاه الشمال. فقلنا لو انا عايز مجموعهم هعمل ايه؟ بعمل متجه من بداية المتجه الاول لنهاية المتجه التاني، وبقيسه لوبانيا. طيب ولو انا عايز اجمعهم، هو المتجه ايه ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن 4 في الاكس و0 في الواي، ومتجه بي عبارة عن ايه؟ 0 في الاكس و5 في الواي. فلو عايز اجمعهم هيديني 4 زائد 0 ب4 و0 زائد 5 ب5. فالمتجه الناتج عبارة عن ده. فافهم من كده ايه؟ ان اي متجه هو عبارة عن حاصل جمع متجهين متعامدين، او زي لما قلنا دلوقتي ان المتجه ده عبارة عن متجه طوله 4 في المحور اكس، ومتجه طوله 5 في المحور واي، ومتجه طوله 6 في المحور زد. طيب فمعنى كده ان السي بيساوي اي اكس في متجه الوحدة زائد بي واي في متجه الوحدة.
اللي هو مقدار البي اللي كان 5 ومقدار الاي اللي هو كان 4 في متجه الاكس وده كان في متجه الواي. افهم من كده ايه؟ ان اي متجه هو عبارة عن حاصل مجموع متجهين متعامدين. طيب وما انهم متعامدين فده والمتجهين دول بيمثلوا مثلث قائم، فاقدر باستخدام نظرية فيثاغورس ان انا اجيب مقدار واتجاه المتجه المحصلة ده. ازاي؟ مقدار المتجه ده هيكون عبارة عن جذر مقدار المتجه A تربيع زائد مقدار المتجه B تربيع، والزاوية بنقول ان الزاوية اللي عاملها المتجه ده مع محور X اللي هي سيتا. فتعالوا نفتكر المثلث القائم، لو انا عندي الزاوية دي عايز اجيبها، فكنا ايه القوانين بتاعة المثلث القائم؟ كان بيبقى ده المقابل وده بنسميه المجاور وده بنسميه الوتر. ايه قوانين الزاوية دي؟ لو انا عايز ساين الزاوية فكنا بنقول ان هي بتساوي المقابل على الوتر، ولو عايز كوزاين الزاوية فكانت بتساوي المجاور على الوتر، ولو عايز تان الزاوية فبتساوي المقابل على المجاور. وبالتالي لما بيبقى عندي متجهين عايز اجيب المحصلة بتاعتهم فبستخدم قانون التان انفرس. اشمعنى؟ لان هو اوريدي مديني المركبتين دول اللي هم عبارة عن ايه؟ عبارة عن مقابل ومجاور، فده قانون التان. فلما ادوس شيفت تان المقابل على المجاور هيديني الزاوية اللي عاملاها المحصلة دي مع محور اكس الموجب او محور اكس في الربع اللي هي فيه. وليه بنأكد على الكلمة دي؟ لان لو مثلا المحصلة طلعت بتلاتة وسالب اربعة فافهم من كده ايه؟ ان هي في الربع الكام؟ بالظبط الاكس موجب والواي سالب، فهي في الربع ده. فلما اقول شيفت تان سالب اربعة اللي هو الواي على تلاتة اللي هو الاكس هيديني انهي زاوية؟ هل الزاوية دي ولا الزاوية دي؟ فبنقول ان القانون ده بيطلع لنا دايما الزاوية اللي عاملاها المحصلة مع محور اكس في الربع اللي هي فيه. طيب ودايما عايزين ننسب، يعني لما يطلع لك الزاوية هنا مثلا وليكن ب72، فيا اما تقول زاوية المحصلة 72 جنوب الشرق، يا اما لو مش عايز توصفها انسبها على طول لمحور اكس الموجب. فالزاوية الباقية دي هتساوي كام؟ 360 ناقص. ومجمع لكم في الملخص هنا كل الحالات، لو دي المحصلة فهتجيب الزاوية دي بالتان انفرس، فهتبقى الزاوية دي هي الزاوية اللي عاملاها مع محور اكس الموجب، فمش محتاج ان انت توصفها. لو كانت المحصلة في الربع ده وكان مديك الزاوية دي فالزاوية اللي هي عاملاها هتبقى 90 ناقص. لو المحصلة في الربع التاني لو انت استخدمت شيفت تان هيديك الزاوية هنا، فهتبقى الزاوية اللي عاملاها المحصلة 180 ناقص. لو هو كان مديك رسمة وعايزين نحلل المتجهات، يعني هنقولها كمان شوية، فالزاوية بتاعت المتجه ده هتبقى 90 زائد، والزاوية بتاعت المتجه ده هتبقى 180 زائد، والزاوية بتاعت المتجه ده هتبقى 270 ناقص، وهكذا. طيب فاتفقنا ان احنا درسنا متجهات الوحدة دي عشان في الاخر نستنتج ان مقدار المتجه بيساوي مجموع مربع المركبتين بتوعه بتوع الاكس والواي او كمان الزد، والزاوية بتاعته اللي دايما بتكون مع محور اكس بالواي على الاكس، شيفت تان واي على اكس. طيب
فمن القوانين اللي احنا قلناها دي، من فيثاغورس كنا قلنا ان لو انت عندك المحصلة كده وده زاوية سيتا، لو عندي المتجه ايه فهو عبارة عن متجهين اي واي واي اكس. طيب فكنا قلنا ان ساين الزاوية دي بيساوي ايه؟ مقابل على وتر. وبالتالي لو انا عايز، لو كان عاكس للمسألة مديني مقدار المتجه وزاويته وعايز مركبته في الاكس ومركبته في الواي، فبنقول ان مركبته في الواي بتساوي a ساين سيتا. وكنا بنقول ان قانون الكوزاين بيساوي مجاور على وتر، وبالتالي مركبته في الاكس هتساوي قيمة المتجه في كوزاين نفس الزاوية. فالقوانين دي كنا بنستخدمها من سنتين في الصف التاسع، دلوقتي عرفنا بس استنتاجها جه منين، ما قلناش حاجة جديدة. فيبقى مقدار المتجه وزاويته، ولو عكس المسألة وعايز ال AX وال AY، فبقول مقدار المتجه في ساين الزاوية اللي عاملها مع محور X الموجب، نخلي بالنا و مركبته في الاكس هي ايه؟ كوزاين سيتا. طيب عندنا حاجتين جداد اللي هما الضرب القياسي والضرب الاتجاهي. عندنا قانونين للضرب القياسي. اول حاجة الضرب القياسي بنرمز له برمز نقطة تخينة شوية. لو انا عايز اضرب المتجهين دول ضرب قياسي، فالضرب القياسي دايما بيطلع لي رقم، مش بيطلع لي متجه، يعني بيطلع لي كمية قياسية مش متجه. فناتج الضرب القياسي للمتجهين دول هيديني مقدار المتجه A في مقدار المتجه B في كوزين الزاوية ما بينهم. يعني لو عندي المتجهين عاملين كده، عايز اضربهم ضرب قياسي، فيبقى مقدار ال A في مقدار ال B في كوزين الزاوية ما بينهم. طيب ولو عايز، ده كده اول قانون للضرب القياسي. تاني قانون للضرب القياسي ان انا بضرب مركبة ال AX في ال BX زائد ال AY في ال BY زائد ال AZ في ال BZ. ايش معنى؟ لان بنقول من خواص الضرب القياسي ان انت لو ضربت متجه واحدة في متجه واحدة ضرب قياسي، فهيديك مقدار المتجه ده في مقدار المتجه ده في كوزين الزاوية ما بينهم. طيب مقدار متجه الوحدة بواحد، مقدار متجه الوحدة بواحد. طيب كوزين السيتا ما بينهم، لو انا عندي متجهين في نفس الاتجاه، فافهم من كده ان الزاوية بينهم بتساوي كام. لو انا عندي متجه كده ومتجه في نفس الاتجاه منطبق عليه، فافهم من كده ان الزاوية بينهم بتساوي برافو صفر. فخلي بالك دايما اي متجهين متطابقين بيبقى الزاوية بينهم صفر. تعال نشوف كوزين صفر بكام؟ بواحد. فعشان كده اي متجهين في نفس الاتجاه الضرب بتاعهم بيساوي واحد. يعني لو ضربت المتجه ايه في المتجه ايه هيديني مقدار المتجه ايه في مقدار المتجه ايه في كوزين الزاوية بينهم. كوزين الزاوية بينهم اللي هي صفر فبواحد. فافهم من كده ان لما اضرب المتجه في نفسه هيديني قيمة المتجه تربيع. طيب تعالوا نرجع لاستنتاج القانون ده تاني. احنا بنقول دلوقتي اشمعنى ان ناتج الضرب بيساوي الاكس في الاكس والواي في الواي والزد في الزد. طيب لو انا ضربت الاكس في الواي هيديني مقدار الاكس في مقدار الواي في كوزين الزاوية ما بينهم. الاكس عامل كده،
والواي عامل كده، فالزاوية ما بينهم بكام؟ ب90. تعالوا نشوف كوساين 90 هيديني 0. فعشان كده لما اضرب اي مركبة اكس في مركبة واي هيديني الناتج 0، وكذلك الواي في الزد لان هما الاتنين متعامدين، وكذلك الاكس في الزد. فافهم من كده ايه؟ ان لما اضرب اي اكس في بي اكس هيطلع لي ناتج، لكن لما اضرب اي اكس في بي واي الزاوية ما بينهم 90 فالناتج ب0، ولما اضرب اي اكس في بي زد الزاوية ما بينهم 90 فالناتج ب0. فعشان كده مش بيطلع لي قيم غير للاكس في الاكس والواي في الواي والزد في الزد. فده تفسير القانون ده. طيب، ومن خواص الضرب القياسي ان هو تبادلي، يعني لو ضربت الاي في البي هي هياها لو بدأت بالبي في الاي، وزي ما قلنا لو ضربت متجه في نفسه بيطلع لك مقدار المتجه تربيع. فافهم من كده ايه؟ ان الاي في اي بيديني المقدار تربيع، والقانون التاني للضرب القياسي ان لو عندي الاي ده اي اكس اي واي اي زد، والاي التانية نفس الكلام. فالقانون التاني كان بيقول ايه؟ الاكس في الاكس زائد الواي في الواي زائد الزد في الزد. فلو سويت ده بده هيطلع لي ان مقدار المتجه بيساوي جذر مربع مركباته، وده القانون اللي احنا قلنا عليه فوق. احنا مجرد بس بنعرف القوانين جت منين. طيب، فلو دمجنا المعادلتين هيطلع لنا مقدار المتجه بيساوي جذر مجموع مربع مركباته. طيب، ولو جه سألني ما هي الزاوية بين متجهين أجيبها إزاي؟ زي ما قلنا، هنقول تاني عشان نحفظ القوانين، الضرب القياسي ليه قانونين، قانون بيساوي الـ AX في الـ BX زائد الـ AY في الـ BY زائد الـ AZ في الـ BZ، وبيساوي مقدار الـ A في مقدار الـ B في كوساين الزاوية بينهم. يعني لو جبتها هنا طيب، فدلوقتي لو انا عايز الكوزين لوحدها هعمل ايه؟ هقسم على اللي جنبها. طيب، واتفقنا ان مقدار المتجه بنجيبه ازاي؟ جذر مجموع مركباته. وبالتالي لو انا عايز الزاوية بين المتجهين هقول ان السيتا بتساوي كوزاين سالب واحد. الكلام ده كله عايز تجيب كل حاجة على حدة وتعوض في الاخر، تمام. عايز تحط القانون كله على الآلة، تمام. فهو ده القانون النهائي عشان تجيب الزاوية بين المتجهين. طيب، خاصية التوزيع ان انت لو عندك الاي مضروبة ضرب قياسي في البي زائد السي، فمعناها ايه؟ ضرب بي قياسي زائد مجموع ضرب الـ A والـ C قياسي. وزي ما قلنا متجهات الوحدة لما تضربها في بعض بواحد عشان الزاوية بزيرو فكوزاين زيرو بواحد، ولما تضربهم في بعض هيديك زيرو لأن الزاوية بينهم 90 وكوزاين 90 بصفر. طيب، الضرب الاتجاهي مختلف عن الضرب القياسي. قلنا الضرب القياسي بيطلع لنا كمية، لكن الضرب الاتجاهي بيطلع لنا متجه، وبالتالي لما اضرب المتجه A في B هيطلع لي متجه تالت. ازاي اجيب مقداره واتجاهه؟ اول حاجة المتجه التالت ده نجيبه ازاي؟ يعني الـ A عبارة عن AX و AY و AZ، والـ B عبارة عن BX و BY و B و Z، وبالتالي هينتج لي متجه C ليه مركبة في الـ X
ومركبة في الواي ومركبة في الزد. في كذا طريقة، في طريقة المصفوفة وفي طريقة، تعالوا نشوف نحفظها ازاي. خلينا حافظين ان الترتيب X Y Z. فلو انا عايز المركبة X يبقى هبدأ ب Y Z وعكسها. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي C بتساوي ال A في ال B، فهكتب AB ناقص AB ثلاث مرات. طيب لو انا عايز السي اكس يبقى واي زد وعكسه. عايز الواي بعد الواي زد اكس وعكسه. عايز الزد يبقى اللي بعدها اكس واي وعكسه. يبقى مركبة الاكس هي عبارة عن مركبة الاي واي في البي زد ناقص الاي زد في البي واي وهكذا. طيب جت منين الحاجات دي؟ في الضرب الاتجاهي الخواص بتاعته ان الضرب الاتجاهي مقدار المتجه الناتج بيساوي ايه؟ بيساوي المتجه ايه ضرب المتجه بي مقدار في ساين الزاوية. وبالتالي هنلاقي عندنا كذا حاجة هتختلف. ان لو ضربت المتجه في نفسه هيديني ضرب اتجاه، هيديني مقدار المتجه الاول في مقدار المتجه الثاني في ساين الزاوية. اتفقنا ان اي متجه ونفسه ما بينه زاوية صفر. طب ساين صفر بكام؟ بصفر. فهنلاقي اي متجه في نفسه بصفر. يعني هلاقي اي اكس في بي اكس بصفر، اي واي في بي واي بصفر، اي زد في بي زد بصفر. فمش هتلاقي هنا اي حاجة من دي، مش هتلاقي اي اتنين متشابهين في بعض. طب لو ضربت متجه واحدة في التاني هيديني ايه؟ هيديني المتجه التالت. وخلي بالك من الترتيب لانه مهم. اتفقنا اكس واي زد، هتضرب اكس في واي يديك زد، هتضرب واي في زد يديك اكس، هتضرب زد في اكس يديك واي. وهنا الترتيب مهم. يعني ايه؟ لو ضربت الاكس في الواي يديك زد، لو ضربت الواي في الاكس هيديك سالب زد. تعالوا ناخد مثال بسيط والباقي شبه. يعني لما اضرب اي اكس في بي اكس قلنا هتبقى بصفر. طب اي اكس في بي واي، هضرب الاكس في الواي فهيديني زد، يبقى اي اكس ضرب البي واي هيديني السي زد اهي. لما اضرب الاي اكس في الاي زد، الاكس في الزد، احنا هنا زد في اكس واي، يبقى اكس في زد بسالب سي واي. يعني الاي اكس ضرب اتجاه البي زد سالب سي واي. طب انا عايز السي واي، يبقى مركبة السي واي بتساوي سالب اكس اي اكس بي زد وهكذا. الاستنتاج مش علينا، ولكن عايز اعرفكم الناتج ده جاي منين. فدي طريقة الحفظ، ان تكتب اي بي اي بي اي بي ناقص اي بي، واللي انت عايزه يبقى واي زد وتعكس، اللي انت عايزه يبقى اللي بعده وتعكس. فقلنا المتجه اللي بيطلع لنا بيبقى ده قيمة ده المتجه في الاكس والواي والزد، وده قيمة المتجه، والزاوية بتاعته بتبقى باستخدام قاعدة اليد اليمنى. هو مش هيطلب منك دايما الزاوية، ولكن نعرف ان الزاوية بتاعته بنجيبها باستخدام قاعدة اليد اليمنى، بيكون متعامد على المتجهين دول. طيب فاللعبة اللي كنا بنلعبها قبل كده، امتى يكون الضرب الاتجاهي قيمته اكبر ما يمكن؟ فقلنا ان الساين بيبقى بزيرو او واحد. الزيرو لما يكونوا متوازيين بيكون ليه اصغر قيمة، ولما يكونوا متعامدين ساين 90 بواحد فبيكون ليه اكبر قيمة. وكذلك في القياسي بنشوف
مع الكوزين امتى يساوي صفر وامتى يساوي واحد، واتفقنا ان ضرب المتجه في نفسه ضرب اتجاهي بصفر، لان الزاوية بصفر، ساين صفر بصفر. والضرب الاتجاه غير تبادلي زي ما قلنا، لو ضربت اف بي فمش هي هيها بي في ايه، لا هتديك السالب. والقانون ده هو نفسه قال لك ان استنتاجه معقد ومش هنستخدمه ومعلهوش مسائل، فمالوش لازمة نشرح استنتاجه. طيب قانون جيب الزاوية هتلاقوا عليه كذا مسألة، وده كنا اخدناه في الصف التاسع، ان لو انت عايز الزاوية دي فبتساوي ايه؟ الضلع اللي قدامها تربيع بيساوي الضلعين اللي حاصرينها تربيع مجموعهم ناقص اتنين في ضرب الضلعين كوساين السيتا، ومنها تقدر تجيب السيتا. طيب وهنا بنقول ان الزاوية بتتناسب مع الساين طردي، يعني كل ما الزاوية بتزيد كل ما الساين يزيد، والعكس صحيح مع الكوزين، وبالتالي كل ما الزاوية تزيد الساين يزيد، يبقى الضرب الاتجاهي بيتناسب مع زيادة الزاوية طرديا، وكل ما الزاوية تزيد الضرب القياسي بيقل، لأن الكوزين بيتناسب عكسي مع السيتا، وبالتالي كل ما بتزيد الزاوية كل ما بتقل ناتج الضرب القياسي. طيب هنت عام كده عشان ازاي نحل اي مسألة متجهات المسائل اللفظية، نقرأ المسألة كويس ونرسم خط السير كويس جدا، وبعد كده اكتب كل متجه ونوضح مقداره واتجاهه. يعني لو قال لي ان انت مشيت 4 كيلو شمالا وبعد كده اتجهت 5 كيلو ب40 شمال الغرب، عايز بتبعد قد ايه من نقطة انطلاقك، فهعمل ايه؟ لازم ارسمها كويس، اوضح كل متجه مقداره واتجاهه. فالمتجه الاولاني ده لو سميناه ايه، فهيبقى مقداره 4 وزاويته كام؟ الزاوية مع محور اكس الموجب اللي هي 90 درجة. طيب والمتجه بي مقداره 5 وزاويته مع محور اكس الموجب، فهتبقى 180 ناقص سيتا، ودي الحاجات اللي بنجيب منها ازاي الزاوية. فانا عايز زاويته مع محور اكس الموجب يبقى 180 ناقص 40 يبقى 140. وبعد كده اعمل ايه؟ اجيب مركبة الاي في الاكس ومركبة الاي في الواي بايه كوزاين سيتا وايه ساين سيتا، ومركبة البي في الاكس ومركبة البي في الواي بي كوزاين سيتا وبي ساين سيتا، والمحصلة مركبة الاكس بتاعتها بتساوي الاي اكس زائد البي اكس، ولو عندي كذا متجه يبقى سي اكس زائد سي واي زائد دي اكس وهكذا، وكذلك الواي، واجيب المحصلة عن طريق جذر مجموع مربع الاتنين، والزاوية اللي عاملها مع محور اكس في الربع بتاعه من القانون ده. دي غالبا كده كل افكار المتجهات. يا رب يكون الدرس مفهوم. لو عندكم اي استفسار ابعتولنا.